السلام عليكم. على مدار التاريخ كانت القدس محط اهتمام لكثير من الأنبياء والأمم، يعني إحنا بنحكي عن آلاف السنين اللي كانت فيهم القدس ميدان لكثير من الأحداث والقصص. بالنسبة للتأسيس والبناء اختلف المؤرخين كثيراً. بعد عهد آدم ذكرت المصادر التاريخية إنه أول ما سكن القدس هم اليابوسيين أو الكنعانيين، ولا زال لغاية الآن لهم آثار موجودة على أسوار الأقصى. وبعد حكم الكنعانيين أصبحت القدس تحت حكم الفراعنة لمدة 600 سنة، وبعدين جاء النبي داود فاتحا لها وقام بتوسعه المدينة وبناء أجزاء من الأقصى، ثم جاء ابنه سليمان عليه السلام وأعاد البناء وبنى القدس. وفي حديث شريف يبين أنه سيدنا سليمان هو من بنى القدس. وبعد عهد سيدنا سليمان عليه السلام تعاقبت الإمبراطورية الرومانية والفارسية والبيزنطية على حكم القدس. وفي عهد الإمبراطورية الرومانية كانت بعثة سيدنا عيسى وأم مريم وزكريا وابنه يحيى عليهم السلام. وظل الصراع على القدس ما بين الروم والفرس حتى أصبحت تحت حكم الروم في فترة بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. استنونا بالحلقة الجاي حتى نكمل باقي السرد التاريخي.